الجزائر وبوركينا فاسو، مباراة قوية جدا ومباراة نارية يخوضها الآن المنتخب الجزائري في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية 2023-2024 أمام منتخب بوركينا فاسو. أتمنى لإخواني وأخواتي وضع اللايك والاشتراك حتى نتمكن من إذاعة هذه المباراة. ويقع منتخب الجزائر وبوركينا فاسو في المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بجانب منتخبي أنغولا وموريتانيا. وكان المنتخب الجزائري افتتح مشواره بالبطولة الإفريقية بالتعادل الإيجابي أمام منتخب أنغولا بنتيجة هدف مقابل هدف، بينما حقق منتخب بوركينا فاسو الانتصار في افتتاح مشواره بالبطولة الإفريقية بعدما حقق الفوز على منتخب الموريتاني بنتيجة هدف. ويتصدر منتخب بوركينا فاسو جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، ويليها المنتخب الجزائري برصيد نقطة، وخلفه منتخب أنغولا برصيد نقطة، وثم منتخب موريتانيا بدون نقاط. أتمنى من الأخوة الحضور وضع اللايك والاشتراك في القناة. إن شاء الله الفوز بالفريق الجزائري بإذن الله تعالى. يريد الأخوة الحضور وضع اللايك والاشتراك حتى نتمكن من إذاعة المباراة. مباراة الجزائر وبوركينا فاسو مباراة قوية جدا، مباراة نارية. إن شاء الله الجزائر اليوم يحقق الفوز في هذه المباراة. بالتوفيق للفريق الجزائري. مباراة نارية الآن.